كريستالو سويتشرو. بارتلبي، هل يمكن أن تعطيني أصيص الزهور الفارغ؟ أنتما لستما بارتلبي، ولكن شكراً على المساعدة أيها المساعدون الصغار. أين ذهب مساعدي الكبير؟ مكسرات في شبوف. إنها تمطر. إنها تمطر بغزارة وبارتلبي يحفر. هل نسيت ما هذا اليوم؟ يوم النوم على العشب؟ لا. تمشيط فرائي؟ لا. تناول الغداء؟ لا يا أحمق. سنساعد جريزيلدا في أعمال البستنة اليوم. قف مكانك. إلى أين تظن أنك تأخذ أزرار ترويو؟ لا بأس يا بي، سأقدمها لجريزيلدا حتى تضيفها إلى حديقتها. هذا لطيف جدا. حسنا، يكفي ثرثرة. لنضع هذه الأزهار في العربة. ماذا كان ذلك؟ إنها قطعة كريستال من نوع ما. أي نوع من الكريستال تفوح منه رائحة النعناع الفلفلي؟ ربما سنعرف إن نظفناها قليلا. شيء ما يحدث. لا أعلم ما حدث الآن. أعتقد أن قطعة الكريستال جعلت عصيرك يتبادل الأماكن مع تلك المجرفة. واو، إنها تعمل حقاً. سأسميها سويتش أماجيك. سويتش أمباب. سويتش أماثينج. سويتشيرو. سويتشيرو. هذا ما قلته. نعم. هل رأيت من قبل شيئاً مدهشاً كهذا؟ فكر بكل الأشياء التي نستطيع تبديلها. ما كرتي. كرتي ما. نحن صديقان. مذهل. مذهل. دعيني أحاول، دعيني أحاول. ماذا حدث الآن؟ لا أعلم. أنت، أنا، وأنت قط وسيم جدا. استبدل سويتشيرو جسدينا. لا أستطيع أن أكون قطاً. ماذا عني؟ كيف أكون إنساناً أو فتاة؟ لا أعلم كيف أتصرف مثلهما. يجب أن نتبادل ثانية. كيف تمسك شيئاً بهذه المخالب؟ لما كل هذه الأصابع؟ إنها تتلوى فقط. متى ستأتينا لمساعدتي في الحديقة؟ أليجريزمو يفسدون كل شيء. ساعديني ترو. إنها تظنك أنا. قل شيئاً ما. مثل ماذا؟ مهلاً، من قال هذا؟ مهلاً، أنا سأتصرف. نحن قادمان، نراك قريباً. قادمان؟ ترو، لا نستطيع الذهاب لجريزيلدا هكذا. يجب أن نفعل. لقد وعدنا أن نساعدها. أحضر قطعة الكريستال لنرى ما سنفعل. لكن أريد أن أعود قطاً ثانية بمجرد أن أصبح هناك. كيف يعيش الناس من دون فراء؟ أشعر ببرد شديد. المقعد حيث الأجمة ولا أجمة حيث المقعد. لا لا، هذا ليس جيدا. أعيدهما كما كانا. حسنا، لنحاول أن نتبادل قبل أن نكلم جريزيلدا. من الصعب أن أمسك شيئا بهذه القوائم. من هناك؟ لا، لقد جاءت. دعها تتولى أمر الكلام. نعم، على سبيل التغيير. مرحباً جريزيلدا. ترو، بارتلبي، تبدوان غريبين. على كل حال، تادا! كل شيء هنا يجب أن يكون هناك، وكل شيء هناك يجب أن يكون هنا. و... ترو، ماذا تفعلين؟ لا تزال لدي متسختين من أعمال البستنة. حسناً. مفاجأة. هذا لطف كبير منك ترو. قطعة كريستال. رائحتها كرائحة النعناع الفلفلي. ستكون أجمل زينة في حديقتي. يجب أن نساعد سويتشيرو. لماذا لم تخبريها بأنها ليست هدية؟ لم أستطع قول شيء من دون أن أريها بأننا تبادلنا. غريزمو، ضع هذه فوق حمام الطيور. إنها زينتي الجديدة.
لذا أحرسها جيداً. أوه، أعمال البستنة مرهقة. حان الوقت لأخذ قيلولة. وأريد أن تكون قطعة الكريستال لامعة وأرى وجهي فيها. تأكد أن تلمعها كل ثانية. يلمعها كل ثانية. لا يا مخلوقات غريزمو، وإلا فإنكم ستستبدلون الأشياء. غريزمو، علي استعادة قطعة الكريستال. لكن كل شيء يتم تبديله. لا يهم، يجب أن نوقف عمليات التبديل. لا تخافي، قط النينجا، أقصد فتاة النينجا، ستساعدها. بارتلبي. لا أعلم ماذا أفعل بجسدك الآن. أنا القط، أستطيع القفز. انظر يا قط النينجا. انفض من الريش، حيلة قذرة. ليس لدي مخالب. أنا معتاد على الهبوط على قوائمي. انظري، تنطلق الأشعة إلى كل مكان تروح، حتى مدينة قوس قزح. خردل. منزلي. لا يمكن أن أعالج هذا الأمر وحدنا، نحتاج إلى مساعدة الأمان. كيوميولا. مرحبا كيوميولا، قمنا إلى شجرة الأمان أرجوك. أمنيات الأصوات، انتقلي إلى هنا. أمنيات القفز، انتقلي إلى هنا. مرحبا زي. أهلا بكما. أنا أستبدل فقط مواقع بعض الأماني في شجرة الأماني. مياو، ألم يعد بإمكان الأشياء أن تظل على حالها؟ ترو، هناك خطأ ما في صوتك، كصوت بارتلبي. لا لا لا، صوتي لا يزال على حاله يا زي. بارتلبي، لابد أن عيني تخدعاني، لابد أن أذني تخدعاني، أو ربما كنت أحلم. أيتها الأماني، ساعديني لأستيقظ، لا يمكن أن أنام أثناء العمل. شكراً جزيلاً. لا بأس، أنت لا تحلم، أنا وبي تبادلنا جسدينا. نعم، وجدت ترو قطعة كريستال أسميناها سفيتشيرو، وقد استبدلت جسدينا، والآن أنا إنسان وهي قط. أنا مشتاق لفرائي. إنها مصيبة، هذه مشكلة كبيرة. هيا لنجلس ونفكر في الأمر. كيف سنساعدك؟ علينا أولاً أن نستعيد سويتشيرو من مخلوقات غريزمو. تظن غريزيلدا أن ترو أعطتها الكريستال كهدية، لكنها لم تفعل. أوه، موقف محرج. محرج جداً، لكن ربما تعطينا أمنية ما، شيئاً لغريزيلدا ستحبه أكثر من الكريستال. وعندما تستعيدين الكريستال ستستطيعان تبادل الأجساد وتعودان كما كنتما. ليس تماماً، رأينا إشعاع سويتشيرو يتجه نحو مدينة قوس قزح. لقد هبطت على قدمي. حان الوقت لتحصلي على أمنياتك. مهلاً، ترو هي التي تطلب الأماني، ولكن أنا ترو. تستطيع شجرة الأماني تمييز ترو، ولكنها تحتاج إلى حقيبة الأماني. صحيح. إنها مناسبة تماماً. أنا جاهزة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركيني أمنياتك.
أمنيات رائعة بارتلبي. أقصد ترو، لنتفقد الموسوعة. أمنيتك الأولى هي سنورفل. إنه أمنية شم ويتمتع بأنف قوي يساعده على شم الأشياء. إن كان قوياً بما يكفي لتحريك الأشياء، فقد يساعدني في إعادة كل الأشياء المستبدلة إلى مكانها. عطاسه قوي أيضاً. أمنيتك الثانية زيليون، المفضل لدي. يستطيع صنع نسخ عن الأشياء، سواء كنت تريدين نسخة واحدة أم مئة. أي شيء أستطيع أن أنسخه كي يساعدني؟ سويتشيرو، أستطيع تقديم نسخة عنها إلى غريزيلدا وأستعيد الحقيقية. أمنيتك الثالثة هي نعم، لوكسي، أمنية الرؤية. يستطيع مساعدتك على رؤية الأشياء الصغيرة. لا أعلم سبب حاجتنا إلى أمنية رؤية، ولكنني سأجد طريقة لاستخدامها. تفعلين دائماً ترو. شكراً زي، وشكراً يا شجرة الأمان لأنك شاركتني أمنياتك الرائعة. أنت الأفضل يا زي. حظاً موفقاً ترو بارتلبي، ولك أيضاً بارتلبي ترو. لماذا؟ مرحبا فلاوريس ماغنيفيكاس. مرحبا يا نحلة. هذا غير معقول، أصبحت أنا النحلة. الأفضل أن أتدرب على الطنين. ها؟ ياك! وقت المثلجات. بي، يجب أن نستعيد السويتشيرو أولاً والمثلجات لاحقاً. حسناً. حان وقت استعادتها وإيقاف كل هذا التبديل. زيب زاب زو، أنا أختارك. أحقق أمنيتي. هل أنت مستعد؟ مرحبا غريزمو، أنا بحاجة ماسة إلى ذلك الكريستال. لا، لن آخذه، سأصنع نسخة عنه فقط. حسنا، ممتاز. أريد نسخة واحدة من سويتشيرو، ولكن لا تنسخ قواها. أميرة المرتاحة، أميرة سعيدة. حسناً جميعاً، لنرى كيف تبدو الأمور في كريستالي. لا، قطع الكريستال تنتشر في كل مكان. سويتشيرو الحقيقية، لا تدعها تهرب. ماذا يجري؟ لماذا تمطر كريستالاً؟ أوه لا لا لا، حككتها. هذا غريب، هل أصبح الجميع أطول؟ أنا كلب، لماذا أنا كلب؟ أنا آسفة غريزيلدا. لماذا تتكلم كترو؟ لم يكن من المفروض أن تأخذي أنت وغريزمو كريستالي، إنها سويتشيرو وهي تستبدل الأشياء. والناس والقطط، استبدلت جسدينا. هذا غريب جدا. هذه أنا، تبادلت الأجساد مع فرونكي. ماذا؟ سويتشيرو، أنا خلفك. أمسكت بها، أنا لا أستطيع الإمساك بها بقوائمي. لا. هلا.
كيف سنجد سويتشرو الحقيقية الآن؟ لا تشعر بالاستياء يا زليون، إنها ليست غلطتك، لقد شعرت بذعري فقط، أنت رائع. لا أصدق أنني كلب. كلب ظريف جدا، ولكن كلب. روبي لا، قف برشاقة، كن أميرة. هيا يا بي، يجب أن نجد سويتشرو الحقيقية. أنا معك ترو. هذه ليست محطتي. حسناً، الأمور هنا مستبدلة وفوضوية. من أين جاءت هذه الأشجار؟ انظر بارتلبي، لقد وجدتها. أترو. وكأنها لعبة اختباء عملاقة للكريستال. كيف سنميز سويتشرو الحقيقية بوجود كل هذه النسخ؟ علينا أولاً أن نجمع كل قطع الكريستال التي نسخت. حسناً، ولكن كيف سنجد قطع الكريستال إن كنا لا نرى أماكنها؟ لا داعي لأن نراها، علينا فقط أن نشمها. أوه نعم، رائحتها كرائحة النعناع الفلفلي. زب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ سنورفل وحقق أمنيتي. مرحباً سنورفل، أريدك أن تجد كل قطع الكريستال أينما كانت. رائحتها كرائحة النعناع الفلفلي، هل تستطيع إيجادها بالشم؟ أمسكتها، أصبحت بارعاً في استخدام الأصابع. جمعناها كلها. شكراً سنورفل. علينا أن نعرف الآن أي واحدة هي سويتشرو. لحسن الحظ لدي طريقتي. أمسكها. لا لا لا. أساعد؟ لا، أنا أتولى الأمر. لا، تشنجت ذراعي، سأخذ هذا وقتاً. تشنج آخر. لا، سويتشرو الحقيقية ليست أي من هذه القطع، ربما واحدة من تلك. لابد من طريقة تساعدنا على إيجاد سويتشرو الحقيقية دون أن نضطر لتلميعها. لنفكر في الأمر. أمنيتنا الأخيرة لوكسي، يستطيع رؤية أشياء لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة. ماذا يوجد على سويتشرو ولا نستطيع رؤيته؟ إنها آثار قوائمي، تركت عليها آثار قوائمي عندما حاولت الإمساك بها. يستطيع لوكسي البحث عنها ليجد سويتشرو الحقيقية. هذه فكرة مذهلة، لنفعل هذا. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ لوكسي وحقق أمنيتي. مرحبا لوكسي، نحن نبحث عن قطعة كريستال خاصة عليها آثار قوائم قط. هل أنت مستعد للبحث؟ أين هي؟ آثار قوائم قط، انطلق يا قطة النينجا. أحسنت التحكم بذيلك. كما يقولون يا بي، التمرين المتواصل يحقق الكمال. شكراً لوكسي، قدمت لنا مساعدة كبيرة. أحسنت عملاً ترو، فلنتبادل جسدينا الآن بسرعة. حسناً بارتلبي. شوارب. لا يوجد شوارب. ذيل. لا يوجد ذيل. حست القط بأهميتي الكبيرة. لا يوجد ذيل. لقد عاد. أنا سعيدة جداً يا بي، ولكن على سويتشرو أن تستبدل الكثير من الأشياء. هيا، أنا نستطيع الاحتفال للحظة. حسناً، رقصة احتفال من ثانية واحدة. حسناً، لنذهب لنقم باستبدال الجميع. مرحباً. هيا
ولا يضيع كل ذلك التدريب عبثا. شكرا كيوميلو. أحسنت باستبدال جميع ترو. حظ الليل لم يعد ممتعا. بدت قطعة الكريستال تلك جذابة جدا في حديقتي. لم أدرك أنها لم تكن لي. لدي أخبار رائعة. يمكنك أخذ كل نسخي لكريستال هذه، لكن لا تطلب مني أن أعدها. لا أعد أرقاما كبيرة. بدليهما ترو بسرعة. بدليهما فروكي. قبلت قطا. مهلا. لا يوجد ذيل وعدة أصابعي وقدرتي على تصرفي بلا باقة. ممتاز. ماذا ستفعلين بسبيتشيرو ترو؟ حسنا، أعرف مكانا مثاليا لن تسبب فيه المزيد من المتاعب. جيد، ها قد عادت إلى الأرض بسلام. فوضى طحلبية كبيرة. حسنا بارتلبي، إن كنت ملك قوس قزح فأين كنت لتود الجلوس في حفلة الطعام والشراب التي أقيمها؟ هناك خيارات كثيرة، لنرى هنا. بارتلبي، ماذا؟ إنها البقعة الأمثل، هنا توضع كل الوجبات الخفيفة اللذيذة. واو، الاستعداد لحفلة عصير مع ملك قوس قزح تجعلني أشعر بالعطش. إذن حان الوقت لنشرب عصير زازوني لذيذ، إنه رحيق حقيقي ولذيذ. من بعدك أنت. المعذرة، أنا آسف، هل كانت آخر واحدة؟ أوحيت إلي بفكرة رائعة الآن. تريدين استخدام المصة كشارب مزيف؟ لا يا أحمق، نستطيع الحصول على عصير زازوني طازج من أجل ملك قوس قزح، وأعرف من أين سنحضره. رائع! طعام وشراب، طعام وشراب، سنشرب ونأكل كل قضمة وكل قطرة من ذاك الطعام والشراب. طعام وشراب. يا حارس قوس قزح، أشعر بالجوع والعطش، متى تبدأ حفلة ترو؟ إنها في الثالثة ظهراً. أنا محظوظ، هذا يعطيني الكثير من الوقت لأستعد. يا حارس، أرجو أن تلمع صول جاني، وسأتدرب على القضم والارتشاف. إنه هناك، وادي الزراعة السعيد. وتلك جزيرة طحالب زازوني. هذه الجزر جميلة جداً. أهلاً وسهلاً يا ترو وبارتلبي. مرحباً أيها الفلاح موسر، نحن نقيم حفلة طعام وشراب لملك قوس قزح اليوم، وكنا نتساءل إن كنا نستطيع الحصول على عصير زازوني طازج. كيف عرفت؟ هذا هو السبب الذي يأتي الجميع إلى جزيرة طحالب زازوني. وكأنه يقرأ العقول. أنا مندهش جداً من هذا الفلاح. اللذة الكبيرة لعصير زازوني تأتي من طحالب زازوني التي نزرعها هنا في حقولنا. هذا في منتهى الطراوة. طحالب زازوني إنها مريحة جداً، إنها طرية جداً. هل يمكن لطحالب زازوني أن تنمو في مكان آخر؟ لا نستطيع زراعتها إلا في هذه الجزيرة لأنها تنمو بسرعة هنا. انظري، هذا سريع حقاً. الآن سأريك كيف نعصر هذه الطحالب. بارتلبي، هيا أيها النعسان الأحمق. ما أنت؟ حسناً، لحظة أخرى فقط. حسناً، حسناً. علي أن أتوقف الآن. وهذه هي عصارة زازوني. مذهل، عصارة هائلة الحجم. ترسل طحالب زازوني إلى الأعلى ثم توضع في العصارة. تقوم العصارة بسحق الطحالب وطحنها وليها، ثم تعصر منها كل العصائر. مدهش. هل أصبح عصير زازوني الآن؟ تقريباً. تقريباً.
ها هو عصير الزازون طازج عصير توان. استمتع به. ممتاز. خذي قدر ما تريدين من أجل حفلة الطعام والشراب تلك. رائع. شكراً أيها الفلاح موسر. العفو. وداعا. مكانك ليس هنا أيها الطحلب. بارتلبي هيا. أنا قادم. أعتقد أن علي أن أعيده للفلاح موسر. فلاح موسر. فلاح موسر. فلاح موسر. فلاح موسر. حسناً، أعتقد أن علي الاحتفاظ بهذا الطحلب. الطري جداً جداً لبعض الوقت. إنه طري جداً جداً. طراوة لا نهائية. مذهل. يا للطراوة. هل كل شيء جاهز؟ بكل تأكيد. بارتلبي، وصلنا إلى البيت. كانت رحلة طويلة. أنا بحاجة إلى قيلولة. هيا بارتلبي، سيصل الملك في أي لحظة. حسناً. حسناً أيها الطحلب، ابقى هنا إلى أن أعود وأنام عليك. سأخذك إلى البيت لاحقاً. نم جيداً. بقي أمر أخير، هل ساعدتني في ترتيب المائدة؟ بالتأكيد، أنت تولي أمر الطعام وأنا سأتولى أمر الشراب. هل كل شيء بخير؟ نعم، أنا أرى بقعة تحتاج إلى تنظيف فقط، لكني سأتولى الأمر. هدف. بارتلبي يسجل هدفاً. القط يسجل هدفاً. القط مجنون تماماً. ما أخبار العصير؟ جيد. إلى حد الآن جيد. في أي لحظة الآن؟ أنت تستغرق وقتاً طويلاً لتضع 3 كرات عصير. أحب أن تكون الأمور هكذا. هل انتهيت؟ انتهيت. واو، ما كل هذا؟ إنها قصة مضحكة. أتذكرين تلك الطحالب التي رأيناها في مزرعة الطحالب اليوم؟ أحضرت معي بالخطأ قطعة صغيرة منه. نعم، أنا فعلت ذلك. قطعة صغيرة؟ كانت صغيرة عندما أحضرتها، ولكنها ليست صغيرة الحجم الآن. صحيح. أخبرنا الفلاح موسر بأن الطحالب تنمو بسرعة هائلة. هل نسيت؟ أعتقد أني كنت نائماً عندما قال ذلك. هل قلت إن الطحالب طرية بشكل رائع جداً؟ عدة مرات. المنزل كله أصبح سريري الآن. أنا دائماً أتأخر عدة ثوان حتى أخذ قيلولتي. في أي جهة، أي وقت ومكان. في كل جهة، كل وقت ومكان. يمكنني النوم والاسترخاء على مصباح أو فوق حذاء، على الباب، على الطاولة، على الأرض ولو مائلة. وعلى المائدة يمكنني، هل تدركين؟ والقائمة تطول، ألا ترين؟ فلتنتشر وتصبح سرير طحالب أطرى من الحرير. في أي جهة، أي وقت ومكان. في كل جهة، كل وقت ومكان. أيتها الطحالب، أنت طرية جداً. كانت أغنية رائعة يا بي، لكن انظر كم نمت الطحالب بينما كنت تغني. يصعب أن نقيم حفلة طعام وشراب ومنزلي مكسوم بالطحالب هكذا. لا مشكلة، سنتخلص منها. نمت ثانية بسرعة. هذا ما حدث في المزرعة تماماً. لنتبع خطة جديدة. سنقيم الحفلة في الخارج ونزيل الطحالب لاحقاً. فكرة رائعة. نستطيع منع الطحالب من الانتشار إن أغلقنا كل الأبواب والنوافذ. بسرعة يا بي، أغلق الباب. حلت المشكلة. نستطيع الآن إقامة حفلة الطعام والشراب في الخارج. نعم، لن تذهب تلك الطحالب إلى أي مكان.
مشكلة الطحالب الصغيرة أصبحت مشكلة كبيرة. سنحتاج إلى المساعدة لنوقفها. مساعدة الأماني. كيوميولو! مرحباً كيوميولو، خذنا إلى شجرة الأماني. أسرع! الطحالب تنتشر كثيراً، أسرع! أحسنتِ صنعاً! أوه، مرحباً ترو بارتلبي! مرحباً زي، ما الذي تفعله؟ نتدرب على التوازن! أمسكت بك! شكراً لك! سنتدرب لاحقاً! بماذا أساعدك ترو؟ أنا أقيم حفلة طعام وشراب للملك اليوم، لكنني أواجه مشكلة طحالب زازوني، ويبدو أنها تصبح أكبر وأكبر. يا للعجب! إنها تكبر! الطحالب تنتشر في كل أنحاء المدينة! حسناً، لنفكر في الأمر قليلاً. الطحالب تشكل مشكلة كبيرة! بماذا كنت تفكرين؟ أعاد بارتلبي بعض الطحالب من وادي زراعة السعيد إلى البيت، وهي تنمو بسرعة كبيرة. لكنها طرية جداً. أحتاج مساعدة الأماني لنوقف نمو الطحالب وانتشارها في كل مكان. سمعتك شجرة الأماني، حان الوقت لتحصلي على أمنياتك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة، شاركيني رجائي يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. نصنع المعجزة. حصلت على أمنيات الثلاث من شجرة الأمان يا زين. هل تريني ما هي قواها؟ سأفعل بالتأكيد. هيا لنرى. نعم، ها هو. وش اسم أمنياتك الريحية؟ يتمتع بقوة تنفس خارقة. أنه يستطيع أخذ شهيق وزفير بقوة. أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الطحالب ليقذفها بعيداً. ما التالي؟ أين؟ يستطيع تشيلزي تجميد الأشياء. ممتاز، أستطيع تجميد الطحالب لأمنعها من النمو أكثر. فكرة رائعة، سنصنع مثلجات من الطحالب. بارتلبي. الأمنية الأخيرة هي تويستي، يستطيع لي الأشياء وغزلها بكل الأشكال. كيف سيساعدني تويستي على إيقاف نمو الطحالب؟ سأفكر في شيء ما. شكراً زي، وشكراً لك يا شجرة الأماني لأنك شاركتني أمنياتك. وداعاً زي، شكراً على مساعدتك. وداعاً. أحسنت صنعاً يا حارس قوس قزح. أصبح سولجاني لامعاً كنجمة الآن. أنا مستعد للذهاب إلى منزل ترو من أجل حفلة الطعام والشراب. جدار من الطحالب؟ إنه ليس موسم نمو الطحالب. لا أستطيع العبور. هل تحاول؟ لا أصدق هذا، مشكلة معقدة. أوه لا، الوضع يزداد سوءاً. إن لم نوقف هذا بسرعة فإن مملكة قوس قزح ستتحول إلى مملكة طحالب. مملكة من طحالب زازوني ستكون مريعة جداً. بارتلبي، لقد رأيت ما يحدث هنا، صحيح؟ أعتقد أني سأفتقدها كثيراً. بارتلبي، حان الوقت لنسيطر على مشكلة الطحالب هذه.
زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ يا وش، أحقق أمنيتي. أنت مستعد للشهيق والزفير وقذف الطحالب بعيداً؟ وش، أبذل جهداً أكبر، أعلم أنك تستطيع فعل ذلك. واو، مذهل. مهلاً، عندما استنشقت الهواء، انتزعت الطحالب ثم دخلت إلى فمك. هل تستطيع استنشاق البقية؟ ودان أيتها الطحالب. مذهل، لديك قوة امتصاص تعادل مكنسة كهربائية. أحسنت صنعاً يا ووش، والآن داخل المنزل. داخل المنزل أيضاً؟ بارتلبي. حسناً، من بعدك. والآن لننظف بقية الحي. جيد، نظفت كل شيء. المفروض أن تقول عذراً. ودعنا يا أيتها الطحالب، لن أنسى أبداً كم كنت طرية، طرية جداً. سأحضر لك شيئاً بطراوتها لتنام عليها. أهذا وعد؟ وعد. لكن لا أعتقد أنك ستجدين شيئاً أشد طراوة من طحالب الزازون المريحة والطرية. لقد وصلت إلى قلعة قوس قزح. هل تستطيع ابتلاع المزيد من الطحالب؟ شكراً على المساعدة ووش، سأعود عندما تكون قد هضمت الطحالب وعدت إلى حجم صغير. ولكن حان وقت التجميد الآن. كيوميولو، يجب أن نسرع لنوقف هذه الطحالب. حسناً تشيلزي، أخرج. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ يا تشيلزي، وحقق أمنيتي. هيا تشيلزي، استعد يا بارتلبي، سيصبح الطقس جليدياً. من الجيد أن لدي قفازات دائمة. أنت تعتقدين حقاً أن تشيلزي يستطيع تجميد كل هذا؟ يجب أن نحاول. حان وقت تجميد الطحالب. هذا ينجح، كفت الطحالب عن النمو. لنستمر. نجح تشيلزي، تجمد كل شيء. والآن قلعة قوس قزح. استعد، سدد، جمد. لقد نجحت تشيلزي، عمل جيد. عد إلى الحقيبة. مرحباً، ظننت أنني لن أتمكن من الذهاب إلى حفلة الطعام والشراب اليوم. لقد واجهنا مشكلة مع طحالب زازون يا مولاي، لكننا أوقفنا نموها. عندما نزيلها سيتمكن الجميع من تناول الطعام والشراب. نعم، والطقس مثالي لهذا، إنه دافئ ومشمس. دافئ؟ مشمس؟ ينتابني شعور سيء حيال هذا الترو. ماذا؟ كان علي ترك قطعة الطحالب تلك في جزيرة طحالب زازوني. أنا آسف ترو، أنا فعلت هذا، إنها غلطتي. لا بأس بارتلبي،
سنعيد كل شيء إلى طبيعته باستخدام أمنيتي الأخيرة. توستي أمنيته الثاني. كيف لثاني أن يوقف الطحالب من الانتشار؟ كل ما يفعله توستي هو ثاني الأشياء وليها. أشعر أننا رأينا التفافاً كهذا من قبل، ولكن أين؟ لويت العجينة لتصبح بسكويتاً من أجل الغداء. كانت لذيذة جداً بالفعل، جيدة جداً. وأنا لويت بالوناً وجعلت منه فأراً من أجلك هذا الصباح. أحببت ذاك الفأر البالوني قبل أن ينفجر. والعصارة التي رأيناها في مزرعة موسر كان فيها أنبوب يلوي الطحالب ويحولها إلى عصير. لحظة واحدة، هذه هي يا بارتلبي. توستي سيحول الطحالب إلى عصير زازوني، وستزول الطحالب ولن يتبقى سوى العصير. خطة رائعة، أنت الوحيدة التي ستتخلص من الطحالب يا ترو. شكراً يا ملك قوس قزح، أمستعد يا بي؟ دائماً، إلا عندما أكون نائماً، وأنا لست نائماً الآن، هذا يعني نعم. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ توستي وحقق أمنيتي. حسناً توستي، لنثني الطحالب ونتخلص منها. لا أصدق، هذا رائع. شكراً ترو. بكل سرور يا صاحب السمو. لنذهب بي. اتبعني. من هنا. هنا. بقي القليل فقط. اختفت الطحالب. اختفت الطحالب. مذهل. هذا يذكرني بكرة عصير عملاقة. هذا يسبب لي العطش. حسناً جميعاً، استعدوا لتشربوا قدر ما تريدون. يمي يمي. ووش وتشيلزي ساعدانا كثيراً في إزالة الطحالب، لكن توستي صنع عصير زازوني للمملكة كلها. أحب عصير الزازوني، وهو لذيذ مع مكسرات في شبوف. حسناً توستي ووش، عودا إلى الحقيبة. يا للعجب يا ترو، هذا طعام والشراب لذيذ جداً. شكراً يا صاحب السمو، وأروع شيء أنه لم يعد هناك طحالب في مملكة قوس قزح. تماماً. بارتلبي، أنا لم أنسى وعدي لك. علمت أنك لن تفعلي. أحضرت لك وسادة تنام عليها بطراوة الطحالب تماماً. شكراً ترو، لكن لا يمكن أن تكون الوسادة بطراوة ال... أحلاماً سعيدة يا بي. مجالسة اليتي. قرية اليتي، المحطة القادمة. هل وصلنا؟ هل وصلنا؟ هل وصلنا؟ وصلنا؟ غادرنا للتو يا بارتلبي. لا ألومك لكونك متحمساً جداً. لا أطيق الانتظار لرعاية توأم اليتي الثلاثي. وأنا أجل، ثلاثة من صغاريتي يعادلون ثلاثة أضعاف من المتعة، لذلك وضبت جميع ألعابي. لا أدري إن كانوا سيحبون الصافرة أو كرات القصدير أو الوجوه المضحكة. واثقة أن أطفال اليتي سيحبون ألعابك. شكراً لإحضارها يا بارتلبي، وشكراً لك يا جريزيلدا لقدومك للمساعدة. ألا شكر على واجب؟ أتعرفين أنا خبيرة فيما يتعلق بالأطفال. أنظر، أحضرت معي كتاب كيف تربي فروكي بقلم أكثر الكتاب روعة في الدنيا. أنا فصل كامل عن حديث الطفل. أنا فصيحة، اسمع بارتلبي، الطفل الصغير متحمس لرؤية يتي وتيس. إنها جيدة. أنت خبيرة أطفال حقاً. ربيت فروكي بنفسي وكبر بشكل مثالي. مجلسة الأطفال ستكون سهلة. علينا فقط أن نتذكر ألا نجلس على الأطفال. فهمت يا جريزيلدا؟ لا جلوس على الأطفال أبداً.
انظر، لدي فصل كامل. كيف عليك ألا تجلس على الأطفال؟ المحطة الأخيرة، قرية اليتي. وصلنا. سيكون هذا رائعا جدا. أهلا. مرحبا يا أورغ، نحن مستعدون لمجالسة توائمك الثلاثة. أحضرت كتابي عن تدريب فروكيب. وأنا أحضرت كل ألعابي. مرحبا سناك. أهلا صغار. بروك، يورك، فلوف. آه، جميلات كفاية ليكن أميرات. أوه، حسناً، حصل الصغار على قيلولة للتو. وتناولوا قليلاً من توت النومل. والآن هم مستعدون للعب. هل قال أحدكم وقت اللعب؟ لا، ليس هذا. نعم. ماذا سنلعب؟ الإمساك لاحق ذيلك بشكل دائري؟ أم لعبة العناق؟ يستطيع فروكي لعب هذا لساعات. لا 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 لا. نراكم عند المغيب، سنتأكد من وجودهن في سريرهن. أيتها اللطيفات، من هي المستعدة لتدغدغ هترو؟ هاي، أين اختفين؟ أمسكت جروك، كنت ممسكا بها. لا أحد يلبس التاج. انزلي، اجلسي. لا، مكانك. حسنا، انت فتاة جيدة جروك. تعبت يداي. سأضعك ارضا. حسنا، من يرغب بالذهاب في رحلة على ظهري؟ يورك، ها انت هنا ايتها الفتاة المضحكة. امساكة نينجا ممتازة بي. لا تحرجي، صوتي حي. أظن أن علينا أخذ حزمة المرح هذه إلى الخارج، حيث الأشياء أقل قابلية للكسر. من يرغب بالذهاب في رحلة صغيرة في العربة؟ لحظة، نحتاج للألعاب. فروكي لا يغادر المنزل أبداً دون لعبة المضغ المفضلة لديه. ماذا لديك يا بي؟ لنرى الفأر ذو الصافرة. لا لا لا، كرة الصوف. أي يريدها أحد؟ حسناً. إذا فكرنا بيتي فإنهم سيحبون كرات القصدير. الصغيرات غادرن بدوننا. حسناً، من يريد دفعة من العم بارتلبي؟ بعد أن يأخذ قسطاً من الراحة. فلوف، يا لحم الوضعية اللطيفة، أثبت الآن، علي أن أصور هذا. جاهزة؟ قولي أنا لطيفة. انزلي إلى هنا، هيا. الشيء الوحيد الألطف من الأميرة هو أميرة مع صغيريتي. Thank you.
ممتع أيضاً، نزهة لطيفة على ضفة النهر. أنت محقة يا ترو، هذا يبدو أقل قفزاً وتحطيماً. ها أرأيتم؟ أليس مسلياً؟ أظنها تريد شم الشجرة. يحب فريكي شم الأشجار كثيراً وعندها... فريكي لا يفعل هذا! شكراً جروك، ولكن علينا وضعها أرضاً الآن. حسناً؟ مهلاً، عانيت أن أعيدها إلى مكانها. عمل جيد فلوف. أري جروك كيفية اللعب لطفا مع الأشجار. تلك الشجرة تتجه نحو الجسر. هذه كمية كبيرة من الماء. من الأفضل الذهاب لإيجادها ونرى بعدها ماذا سنفعل. واثقة أن هناك شيئاً ما عن كل هذا في كتابي. تعالي وخصنا أينما كنتن. أماكنكن ونحن قادمون لأخذكن. هيا بسرعة اقفزا. يجعلنها سهلة جدا. هذا لا يشبه أبدا تدريب فروكي. ستساعدنا الأماني كيميلو. كان هذا وشيكا. شكرا غريزيلدا. هل لديك مانع في مراقبة التوائم؟ طبعا لا، أنا المسؤولة كالمعتاد. عظيم، سنعود على الفور. فلنذهب إلى شجرة الأماني. هيا كيميلو. مشكلة كبيرة. خرج توائم اليتي الثلاثة من العربة. وجدناهن وعندها بدأنا باطلاع الأشجار. سد النهر وقرية اليتي غمرت بالمياه وغريزيلدا تطفو هناك. والصغيرات مستيقظات. وسيعود أورج وسنيك إلى المنزل في أي دقيقة. معادلات غير متوازنة. هذه مشكلة كبيرة. لنجلس ونفكر قليلاً. حسناً ترو، كيف ستساعدك شجرة الأماني؟ حسناً، التوائم بخير، لذلك أولاً علينا أن نوقف الفيضان في قرية الياتي. فكرة جيدة، عليك معالجة المشكلة الأكبر أولاً. هناك الكثير من المياه حيث إن كل شيء يطوف. والسير على الأخشاب أصعب كثيراً مما يبدو، فعلاً. لكنه سهل على التوائم، يستحيل اللحاق بهن، لذا نريد طريقة لتطويقهن. سمعتك شجرة الأماني ترو، حان الوقت لحصولك على أمنياتك. أنا مستعدة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركينا أمنياتك المذهلة. شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة. شاركيني يا شجرة الأمنية، نصنع المعجزات. تويستي. بالقوة السحرية معا نصنع المعجزات. لدي شعور رائع عن هذه الأماني. لنرى ماذا ستقول الموسوعة عنهم. هذا هو جرابلو.
جرابلو. لدى جرابلو قدرة على إمساك الأشياء، وبإمكانه أن يمسك أي شيء وحتى رفع أثقل الأغراض. رائع، بإمكانك يا جرابلو مساعدتنا في فتح النهر. الأمنية التالية هي هجزي. أجل، أمنية مسلية. يحب لف أي أحد في عناق قوي ومتين. من لا يحب العناق؟ العناق. بإمكانك يا هجزي مساعدتنا في إمساك التوائم. وأخيراً وبالتأكيد ليس آخراً، لدينا تويستي، أمنية خارقة للقوة. من الرائع رؤيتك مرة أخرى يا تويستي. يحمل تويستي قوة طبيعية، يمكنه برم أي شيء حتى الإعصار القوي. هذا مذهل جداً، لست متأكدة كيف يمكن للبرم مساعدتنا في الفيضان أو صغار اليتي، ولكن أنا متشوقة لأجرب. زوزب زعب، الأماني في حقيبتي. هيا بنا لنصلح قرية اليتي. شكراً زي. إلى اللقاء زي. إلى اللقاء. عمل رائع في مراقبة الصغيرات جريزيلدا. لا مشكلة، تعلمين دائماً أنا رائعة في مجالسة الصغار، والآن أعلم أنني مذهلة في حضانة العربة أيضاً. حان وقت قوة الأماني. لك ذلك كيميلو، إلى الجسر رجاءً. حان وقت أمنية الأولى. زيب زعب زو، أختارك. استيقظي جرابلو، تحققي يا أمنية. مرحبا جرابلو، أترى الجسر الذي هناك؟ هناك شجرة ضخمة عالقة أسفله، هل بإمكانك إمساكها وإخراجها؟ عظيم. حسنا جرابلو، خذ موقعك. الآن اسحبها. استمر في المحاولة جرابلو. مستوى الماء بدأ ينخفض. مرحبا، أستطيع الوقوف، أرض جافة. يخ يخ، هذا مقزز. إلى اللقاء كيميلو، نراك لاحقا. جرابلو، كان هذا مثيرا للإعجاب. اضرب كفك جرابلو. أنا بخير. ألطف السمكرياً على الإطلاق، والآن عد إلى الحقيبة. حسناً، وقت تطويق الصغيرات وإعادتهن إلى المنزل قبل الغروب. أين صغيرات اليتي اللطيفات؟ هذا لم يجب على سؤالي. في أي اتجاه الذهاب؟ تتأرجح يورك وفلوف هناك وهناك وهناك. حسناً، ولكن أين جروك؟ أتى الصوت من ذاك الاتجاه. لا تقلقنا يا صغيرات، أنا سأقوم بإنزالكن. ترو، كيف سأقوم بإنزالهن؟ حسناً، سنعطي الصغيرات شيئاً يحببنا. العناق، حان وقت أمنية الثانية. زيب زاب زو، أختارك. استيقظ هاكزي، تحققي يا أمنية. حسناً هاكزي، يحتاجنا صغيرات اليتي إلى عناقك القوي والمتين. أنا ده. هذه فرصتك هاكزي، إنه وقت العناق. احتضان جميل هاكزي، يمكنك إفلاتها الآن. شكراً جروك، لنثبتك هنا لنتأكد أنك ستبقين هنا. هذا لو قلت يا
قدر يورك قادمة. حسناً يا هاكزي، موعد الجولة الثانية. أهلاً يورك، كان ذلك ممتعاً، أليس كذلك؟ أمسكنا صغيرتين حتى الآن وبقيت واحدة. أتمنى أن يكون مخزون العناق لديك ممتلئاً. لا حاجة لذلك، يمكن لهاكزي أن يترك هذا لي. في كتابي فصل كامل عما نفعله عندما يكون فروكي مفلتا من طوقه. تعالي إلى هنا وكوني فتاة لطيفة. عند تدريب فروكي قدم له الطعام كمكافأة. لدي طعام لذيذ. أمسك فروكي. انطلق هاكزي. أمسكت بك. رائع، إمساكة جيدة. شكرا لك. أنتن يدي لطيفات، أنتن كذلك. أجل، شكرا على كل شيء هاكزي. والآن عد إلى الحقيبة. حسناً، انتهى الأمر. لنعدكن إلى منزلكن وسريركن. يشعرن بالنعاس. علمت أن مجالسة الصغار ستكون سهلة. جيد أنك أحضرت كتابك جريزيلدا. إحضارك لألعابك كانت فكرة رائعة بارتلبي. نحن جيدون في مجالسة الأطفال. أوه، يا له من غروب جميل. أحب الطريقة التي أشعر به على وجهي. الغروب. انظرا، أورج وسنيك في طريق عودتهما من الخارج. أورج وسنيك؟ أتمنى ألا يريا كومة الأشجار التي هناك. إنها فوضوية. كومة الأشجار؟ أو لا، لا يمكننا ترك قرية يتي هكذا. إزالة الأشجار ليست في كتاب المجلسة. جريزيلدا وبارتلبي، أعيدا صغيرات اليتي إلى أسرتهن قبل وصول أورج وسنيك. من سينظف الفوضى ترو؟ سأعتني بهذا الأمر. حسناً، ترو نحن لها. حان وقت أمنيتي الثالثة. زيب زابزو، أختارك. استيقظت ويستي. تحققي يا أمنية. مرحبا تويستي، نحتاج مساعدتك وبسرعة. أترى تلك الأشجار التي هناك؟ نريد إزالتها قبل أن يصل الأبوان يتي إلى المنزل. أعلم بأنك تستطيع صنع إعصار قوي لرفعها. إنهما يقتربان أكثر، من الأفضل لنا أن نسرع. التف يا تويستي. حسناً، لنضع هذه الأشجار أرضاً يا تويستي. عمل رائع، هيا بنا لنذهب وننضم إلى بارتلبي وجريزيلدا. بالتأكيد وضعا الصغيرات في أسرتهن. حسناً تويستي، هذه هي فرصتنا. عمل رائع، شكرا جزيلا لك للمساعدة. زوز زبزاب، الأمان في حقيبتي. شكراً على هذا اليوم الممتع، جعلتننا نستنفر طوال الوقت. أتمنى أنكما قضيتما وقتاً رائعاً كالوقت الذي قضيناه مع التوائم الثلاثة. إنهن يعرفن كيف يلعبن بحق. من الجيد أنني كنت هنا لأنه لم يحصل أي أمر سيء بطاقتي.
لا 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 لا. حضرتما شيئاً لنا؟ لم يكن عليكما فعل ذلك إطلاقاً. لا لا لا. عصير فقاعات زازوني المجمدة. شكراً جزيلاً لكما لأفضل فريق مجالسة أطفال على الإطلاق. فرخة هينوتاري. بارتلبي انظر، بدأ الأمر. الجميع في طريقهم إلى مهرجان فاندا واندا. أنا متحمسة جدا. أنا أيضا. كم حدثا سنقوم به؟ كم؟ كلها مسابقة أكل الفطائر ورقصة الياتي وأجمل زامور حافلة في مدينة قوس قزح. كلهم طلبوا مني أن أكون الحكم. واو، يبدو أن لديك أشياء كثيرة تفعلينها. نعم، لكنني أحب فعل الكثير ومساعدة الآخرين. صباح الخير يا ترو وبارتلبي. انضم إلينا في الاحتفال بكل ما يجعل مملكة قوس قزح ممتعة ورائعة أيضاً. فاندا واندا. فاندا واندا. فاندا واندا. أحضرت مفاجأة خاصة لمهرجان هذا العام. بيضة هينوتاري. تضع أنثى طير هينوتاري بيضة واحدة كل 1000 عام. من الرائع أن تشارك الجميع بها في مهرجان فاندا واندا. وبمناسبة الحديث عن المهرجان، أنا قلق قليلاً بشأن كل الفعاليات الملكية التي علي أن أحضرها وأن أنتبه أيضاً للبيضة. أستطيع أن أرعى البيضة من أجلك كيفما تقوم بواجباتك الملكية. حقاً؟ شكراً يا ترو، أنت مفيدة دائماً. هذا ظريف. ترو، ألست مشغولة سلفاً بمجموعة من المسابقات اليوم نوعاً ما؟ بلى، ولكني أستطيع فعل كل ذلك ومراقبة البيضة معاً، لا مشكلة. شكراً ترو، استمتع بمهرجان فاندا واندا. نعم، هذه البيضة بيضة، ولكن هذه المثلجات مدهشة. ترو، انظري إلى مخروط المثلجات الكبير متعدد النكهات. لم يمضي 5 ثوانٍ ولا يزال بإمكاني أكلها. إنه حدث الأول، مسابقة أجمل زامور في مدينة قوس قزح. اذهبي واستمتعي بوقتك. يبدو أن البيضة لا تحب الأصوات العالية. أنا سأتولى الأمر، اذهبي وامرحي مع الحافلات وأنا سأله مع البيضة هنا. شكراً يا بي، سأعود قريباً. عمل القطط لا ينتهي. من صغيرة البيضة؟ أنت. مرحباً يا ترو، هل أنت مستعدة لتحكيم مسابقة أجمل زامور؟ أين بيضة هينوتاري؟ إن البيضة لا تحب الأصوات العالية، لذا فإن بارتلبي يرعاها ريثما أعود. فكرة جيدة. حسناً أيتها الحافلات، أسمعون الزامور. جميل. يا للروعة. رائع، يا للروعة. إنه جميل جداً. أنت رابحة في المسابقة. مبارك. عجباً. البيوض ترتاح كثيراً مع القطط، الأمر واضح بفضل العامل المهدئ الذي يرعى به القط. كيف حال البيضة؟ معدة جيداً. إنها دعابة بيضية، هذا يعني أن البيضة بخير. جيد، أعتقد أني لم أعد وأجدها مقلية. مقلية؟ دعابة جيدة. مرحباً. لابد أن مسابقة رقصة الياتي قد بدأت الآن. المزيد من الضجيج. مسكين البيضة. أمسكتك. اذهبي أنت، سأجالس البيضة. شكراً يا بي، سأعود لاحقاً. هل تريد البيضة بالوناً؟ ربما نختار بعض البالونات ونعقدها حولك، هذا يبدو جميلاً. لا لا لا، هذا البالون رائع جداً. هذا البالون رائع. مهلاً مهلاً. ذاك، لا لا لا، ماذا عن هذين الاثنين؟ مهلاً مهلاً، ربما هذين الاثنين هناك. مهلاً، البالونات تطفو في الهواء، ماذا لو حملت البيضة بعيداً؟ لماذا أقلق بشأنه؟
لن تهربي. أو لا. واو، أنت الفائز في مسابقة الياتي. صحيح، هناك مسابقة تخمين إن كان حجراً أو مخلوقاً حجرياً. كنت أنسى ذلك. سأطمئن على بي والبيضة بعد هذه المسابقة. أيتها البيضة، صحيح، لقد فقست الآن. هاتشر، أين أنت؟ معي بالونات. هاتشر، قد تكون تلك الفرخة على بعد أميال الآن. أنت تعرف ما عليك فعله يا روكي. تقدموا جميعاً لتفوزوا بالجائزة. خمنوا إن كان هذا حجراً أو مخلوقاً حجرياً. إن كان تخمينكم صحيحاً ستحصلون على مكافأة. مخلوق حجري. لا، إنه حجر. مخلوق حجري؟ هذا رائع. نعم، مبارك. أنجل. أنيسة ترو، الفطائر. مسابقة تناول الفطائر، نسيت أمرها أيضاً. يجب أن أعود إلى بي قريباً. ماما؟ ها أنت ده، عجباً، أنت تحبين الذرة. رائع، مهلاً. لا تدغدغي أنفي. أعتقد أن ذيلك الأحمر جميل. ماما؟ لا لا، ابقي مكانك يا هاتشر صغيرة. حسناً، سنبحث عن ترو. هاتشر؟ لا لا لا، هاتشر، هاتشر. مرحباً بارتلبي. عودي. ما المشكلة؟ إنها قصة مضحكة. البيضة، هل فقست؟ قليلاً، حسناً، كثيراً. لقد فقست تماماً وقد هربت الفرخة. لا، كان علي أن أعود قبل الآن. ملك قوس قزح يعتمد علي، يجب أن نعيد البيضة. أنا أسميها هاتشر الآن باعتباري أنها فقست. وعدت أن أساعد في أشياء كثيرة اليوم يا بي، ولكني لم أستطع مجاراة مهماتي. ما كان علي أن أقترح مجالسة البيضة. أنا آسفة. لا بأس ترو، الجميع يعلم كم تحبين تقديم المساعدة وأنا هنا لمساعدتك. شكراً يا بي، أنت الأفضل. والآن لنجد البيضة، أقصد هاتشر. ذهبت في ذلك الاتجاه. هاتشر، يا لها من فرخة جميلة. ماما، إنها تعتقد أنني أمها. هل رأيت ذلك؟ قبل من هاتشر، تحول الناس إلى فراخ. يجب أن نوقف هذا. اتبع تلك الفرخة. هاتشر سريعة، كان عليك أن تري مدى سرعتها في أكل أرنوس الذرة. هل تحب الذرة؟ بسرعة يا بي، أمسك واحداً. هاتشر، نحن هنا، لدي الكثير من الذرة اللذيذة جداً. أوه، مرحباً يا فرخة هينوتاري. هينوتاري؟ عجباً. هل أنت بخير؟ ترو، بارتلبي، فقست فرخة هينوتاري. نعلم، نعلم. نحن نحاول إيجادها، ولكن يجب أن نفعل بسرعة. ستظل فرخة هينوتاري تقبل المواطنين إلى أن تحصل على قبلة من أمها. حقاً؟ نعم، ولن يطول الأمر قبل أن يتحول الجميع إلى فراخ. لكن لا تقلق، من حسن الحظ أنني أعرف أفضل طريقة للإمساك بفرخة هينوتاري. الأمر ملك قوس قزح. ماذا يجري هنا؟ أتيت إلى مهرجان باندا واندا لأستمتع بوقتي. إن كان هناك شيء سيء يحدث أبعديه عني، رجاءً. ترو،
هاتشر تبحث عن أمها وهي تقبل كل من تراه كي تجدها. من الأفضل أن نجمع شملها فوراً. فرخة هينو تاري واحدة ظريفة لكن ليس مدينة كاملة. نحتاج مساعدة الأماني. كيوميولو، خذنا إلى شجرة الأماني. مرحبا زي. مرحبا ترو بارتلبي. ماذا تفعل الأماني؟ نحتفل بمهرجان فاندا واندا من خلال لعب ألعابنا الخاصة. الآن سنخوض سباق الأكياس. أنا سأكون حكم هذا الحدث. إسعادات تهب انطلاق يا أماني. هو الفائز. إنه سنلعب ألعاباً كثيرة بحيث يحصل الجميع على أوسمة. كيف تساعدك شجرة الأماني؟ لدينا مشكلة يا زي. لقد فقست فرخة طير هينو تاري وهي الآن تقبل الجميع وتحولهم إلى فراخ هينو تاري. أولا بلى، وهناك ما هو أسوأ، سيستمر هذا في الحدوث إلى أن نعيدها إلى قمة جبل تيبي تيبي توب لتحصل على قبلة من أمها. يا للعجب، هذه مصيبة. لنجلس ونفكر في الأمر. كيف تخططين لحل المشكلة؟ أحتاج أمنية تساعدني في جمع الفراخ معاً حتى أستطيع اختيار الفرخة الحقيقية. هذا جيد. أفكار أخرى؟ أحتاج أمنية تساعدني في إعادتهم إلى طبيعتهم. تفكير صائب. سمعتك شجرة الأماني ترو. حان الوقت لتحصلي على أمانيك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني يا شجرة الأمنيات، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة، شاركيني رجاء يا شجرة الأمنيات، بالقوة السحرية معاً نصنع المعجزات. أحلى الأمنيات، أحلى الأمنيات، أحلى الأمنيات، أحلى الأمنيات، بالقوة السحرية معاً نصنع المعجزات. أحب هذه الأمنيات كثيراً. لنرى ما جاء في الموسوعة عنها. هي الأمنية الأولى هي تيزوي. إنه موسيقي ويعزف موسيقى ساحرة جداً لدرجة أن الجميع يرغب في اللحاق به. هذا مفيد. تستطيع الفراخة أن تتبع موسيقى تيزوي حتى أجمعها كلها في مكان واحد. الأمنية الثانية هي تنتلي. أوه جريء. أمنية تلوين وتغيير لون أي شيء في أي مكان. تحب هاتشر الذرة. ربما أستطيع تلوين عربة البيضة باللون الأصفر حتى تعود هاتشر إليها. ستبدو العربة وكأنها وجبة كبيرة ولذيذة من الذرة. وأخيراً لديك فليكتو. فليكتو لا يريك انعكاسك في مرآته وحسب، وإنما يستطيع جعل نفسه أكبر أو أصغر أيضاً. لا أعلم كيف لمرآة أن تساعدنا في جمع كل الفراخ، ولكنني سأجد طريقة ما. تفعلين دوماً. شكراً زي، وشكراً لك يا شجرة الأماني لأنك شاركتني هذه الأماني. وداعاً زي. حظاً طيباً لكما. أعدنا إلى مهرجان فاندا واندا يا كيوميلو. يجب أن نجد هاتشر ونعيد الجميع إلى طبيعتهم. ماما تظنين أنني أمك؟ هذا ظريف. ماما انتبهوا، يجب أن نجمعها
كلها قبل أن يتحول الجميع إلى فراخ. أعلم ما يجب فعله. نجد مكان اختباء جيد. نحن لا نفكر بالأمر نفسه. سأجمعها كلها معا باستخدام الموسيقى. زب زعب زو، أنا أختارك. استيقظ تيزوي وحقق أمنيتي. تيزوي، هل تعرف لحنا يمكن أن تحبه هذه الفراخ؟ رائع، لنسمعها. هذا ينجح، ولكن ألن تهرب الفراخ ثانية عندما تتوقف الموسيقى؟ ليس إن جمعناها ووضعناها في مكان ما. وأعرف المكان المناسب، هيا بنا. إلى اليسار، إلى اليمين. ها نحن ذا. حسناً، جمعنا كل الفراخ، ولكن يوجد الكثير منها. ماذا نفعل الآن؟ حسناً، إن ارتفعنا إلى الأعلى قليلاً فربما سنتمكن من اختيار الفرخة الصحيحة. شكراً تيزوي، قمت بعمل جيد. كيوميلو، يصعب اختيار الفرخة الصحيحة، كلها متشابهة. نعم، كلها لديها عيون كبيرة براقة وذيول صغيرة ظريفة مزودة بتلك الريشة الحمراء الصغيرة. ريشة حمراء صغيرة؟ نعم، كالريشة التي دغدغت بها هاتشر أنفي. بي، أرى ريشة حمراء واحدة فقط. ماما؟ لابد أنها هاتشر. لقد وجدتها يا بي. لا تقبليني، لا تقبليني. أمسكتك. نحن مدهشان. شكراً ترو، لكن ما العمل الآن؟ هربت الفراخ ثانية. نحتاج إلى شيء يلفت انتباهها، مثل عرنوس ذرة كبيراً. ماذا؟ كرات عصير الزازوني. تدا، عرنوس ذرة كبير وقططي. لكنه أرجواني، على الأقل يسهل التحرك فيه. تسرعت في الحق. عليك فقط أن تعتاد عليه، وأمنيتي الثانية ستساعدنا في حل مشكلة اللون. زب زعب زو، أنا أختارك. استيقظ سنتلي وحقق أمنيتي. مرحبا تنتلي، أريد أن أجعل زي بارتل بالتنكري أصفر اللون لكي يبدو كالذرة. هل تستطيع المساعدة؟ انتهيت، أصبحت سخيفا كالذرة. أنا كذلك حقا. لحظة واحدة. شكرا تنتلي. لنجمعها ثانية. تعال أيتها الفراخ، لدي عرنوس ذرة عملاق من أجلك. لماذا لا يريدون الذرة اللذيذة؟ حاول أن تتصرف كالذرة. كالذرة؟ ماذا تقصد بذلك؟ أوه، حسناً، ها أنا ذا. ذرة، 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 أنا أرنوس ذرة. ذرة، 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 أنا أقوم بعمل جيد. كان ذلك على القافية. نجح ذلك. نجح أكثر من اللازم. اهربي. استمر يا بي، عد إلى حيث حشدناها قبل قليل. أنا أركض بأسرع ما أستطيع. أسرع يا بي، يمكنك فعل ذلك. لقد نجحت. نجحت. لم أنجح. مارتل بي. قطي الصغير المسكين. كيوميلو، أسرع. شكراً كيوميلو، ولكنني فقدت بارتلبي وأصبحت الوحيدة التي لم تتحول إلى فرخة. غريزيلدا، عدت إلى طبيعتك؟ ترو، لا أعلم ما يجري هنا. ولكن الأفضل.
البركة. هذه هي. عندما رأت الفرخة انعكاسها في البركة، عادت إلى طبيعتها الأولى. سيكون من الأسرع أن أستخدم أمنية المرآة لأعيد الجميع إلى طبيعتهم. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ فليكتو وحقق أمنيتي. فليكتو، هل أنت مستعد لتعيد الجميع إلى طبيعتهم؟ رائع، هيا بنا. مرحباً، وجه أي فرخة جميل أراه هنا. هاي، نجح الأمر. شكراً ترو، لما أشعر برغبة في أكل الذرة فجأة؟ مرحباً. مرحباً. شكراً. انتظري، عودي أيتها الفراخ. كان هذا ليكون أسهل لو كان معي مرآة أكبر. ليبتو، أريدك أن تصبح أكبر حتى ترى كل الفراخ نفسها فيك. شكراً. لننطلق. انظر إلى هنا أيها الفرخ. يا للروعة، أنا ملك ثانية. انظري هنا أيتها الفراخ. أوه، وأخيراً. أوه، عزيزي الصغير فروكي. أوه، عدت إلى طبيعتي الحريرية والقططية والجميلة. ترو، أنا سعيدة جداً بعودتك يا بي. كنت الأخير، عاد الجميع إلى طبيعتهم ثانية. رائع، لكن أين هاتشر؟ إنها هنا. ماما، يجب أن نعيدها إلى أمها في جبل تيبي تيبي توب قبل أن تقبل شخصاً آخر. لا وقت نضيعه. يا عصفورة هينوتاري، أحضرنا لك شيئاً من المهرجان. ماما. مذهل. أتظن أن الأمر نجح؟ هناك طريقة واحدة للتأكد. أتسمحين؟ شكراً. العفو. نجح الأمر. أنا لست فرخاً. ماذا عني؟ شكراً. حكة وشعرك. أمسكتها. أجل. أورج، أتود اللعب؟ وأنت يا سنيك؟ لا أظنهما مهتمين يا بارتلبي. لنبدأ اللعب. هل أنت جاهزة يا كروك؟ استعدي للهزيمة بركلة النمر الطائرة. لا تقلقي، سأمسك بك. مرحى، التقاط جيد جروك. حسنا يورك، هذا يعني أننا في المنتصف الآن. حسنا جروك، أعيدي تمريرها إلينا وسيحاول بارتلبي التقاطها. أنا مستعد. ما زلت مستعدا. ألا تريدين رمي الكرة إلينا جروك؟ عجبا، إنها أكثر صلابة من المقرمشات. هيا جروك، ألا ترغبين بالمشاركة؟ المشاركة تعني الاهتمام. بي، أظن أنه حان وقت الغناء. ما رأيك جروك؟ هل شاركتك أغنية عن المشاركة؟ أو وافقي رجاء. أصدقاء يبدون إليك من كل الأنحاء. مشاركة.
رأيك يا غروك؟ هذه هي روح المشاركة. حسناً، لنلعب مجدداً. هذه المرة دوري في المنتصف. بيب، ارمي الكرة إليهن. حسناً، فلنجرب هذا مجدداً. ركلة النمر الطائرة. عجباً بارتلبي، لقد قذفتها بعيداً جداً. أجل، ربما بالغت بعض الشيء ولم أركز. مهلاً، انتظرني. أنا أراها هناك. لا لا، هذه مجرد صخرة. لا، لم أجدها في أي مكان، ولكن انتبه لخطواتك بارتلبي. يا رفاق، وجدت كرة. إنها بالقرب من هذا الشبيه بالعصا. أترون؟ لكن مهلا، لماذا يستخدم هذا؟ لا، ما زلت حائرا. أتعلم عندما تشعر بالحكة في ظهرك في مكان يصعب الوصول إليه؟ الآن أصبح يمكنك الوصول إليه. أوه، إنها مجرد عصا حك. هذه ليست مجرد عصا حك، إنها مميزة جداً، شديدة الروعة. إنها عصا الحك العظيمة من الغابة اللامتناهية. أوه، لدي واحدة. أترين؟ أوه، هذا جيد. الحك مهم للغاية بالنسبة لليتي، لأن فروهم الكبير يسبب الحكة الشديدة. قد أحتاج لقيلولة قصيرة. الحماس يجعلني أرى اللون الأحمر. أنا أيضاً أراه يا بارتلبي، إنه يتي أحمر. يتي أحمر؟ مشاركة جيدة غروك. فلنغني أغنية المشاركة مجدداً. ربما ليس في الوقت الحالي. سأذهب وأجرب التحدث إليه. أنا هنا إذا احتجتني. مرحباً، أنا ترو، وهؤلاء هم أصدقائي. أيمكننا أن نكون أصدقائك؟ الطريقة الممتعة لتكوين الصداقة هي المشاركة. أتريد أن تجرب؟ أترى؟ أنتما تمرحان معاً الآن. الجميع يمرحون. لم نرى يتي أحمر من قبل. هل أنت هنا وحدك؟ يتي أحمر آخر؟ أوه، يبدو أن أداة الحك مهمة عند اليتي الأحمر أيضاً. لي ترو، هل نغني أغنية المشاركة الآن؟ لا أعرف إن كان ذلك سينجح يا بارتلبي. إن كنت تركب شاحنة المثلجات، ليست هكذا. إن كان شعرك من فضلكم، توقفوا. المشاركة. بعدها تم أخذ عصا الحك، وبدأت الغابة بالتداعي. ربما لو وجدنا عصا حك أخرى سيعود كل شيء كما كان. اهدئي، وجدت عصا. حسناً، تراجعي. ترو، هذه مهمة قطة النينجا.
يحدث شيء. ماذا؟ عجباً، لدي شعور سيء حيال ذلك. أوه ترو، جيد، أخشى أننا نحتاج لمساعدتك. مخلوقات الغابة تتجه نحو مدينة قوس قزح. أخرجي هذا شعري وليس عشاً. لديك أي فكرة عن سبب حدوث أي من هذا؟ حدثت مشكلة بسيطة في الغابة اللامتناهية. مخلوقات اليد الحمراء والزرقاء ترفض المشاركة، وعصا الحك مفقودة. ماذا؟ عصا الحك العظيمة من الغابة اللامتناهية مفقودة؟ يا للهول! تبقى الغابة بأمان طالما أن الجميع يبقون متفقين. إن كانوا يرفضون المشاركة وعصا الحك مفقودة، فإن كل شيء في الغابة سيتداعى. لا تقلق أيها الملك، سوف نتولى الأمر. آمل أنه يبالغ. لا يبالغ. أحتاج الأماني. أوكي ميولو، إلى شجرة الأماني من فضلك. انطلقي هيا. شكرا كيميولو، سنعود بعد قليل. لا شيء يوقظ هذا الصغير. زي، نحتاج المساعدة. ترو، بارتلبي، انضم إلى الحفلة. مخلوق الغابة هذا ظهر فجأة عند شجرة الأماني. لأن الغابة في حالة فوضى، وجميع المخلوقات رحلت وانتقلت إلى المدينة وعلى مكتبك. لأن مخلوقات اليتي الحمراء أخذت عصا الحك، وهذا جعل اليتي الزرقاء مستاءة جداً. أكنت تعلم أن هناك يتي حمراء تعيش هنا في مملكة قوس قزح؟ حسناً، هناك أمور كثيرة تجري. لنجلس ونفكر قليلاً. حسناً ترو، كيف ستساعدك شجرة الأماني؟ أولاً أحتاج طريقة لأصلح الغابة لتعود المخلوقات إلى بيوتها. أجل، سيكون هذا... أجل، ساعدي المخلوقات للعودة إلى بيوتها. ثم أحتاج طريقة لأجد عصا الحك وأعيدها إلى مكانها. سمعتك شجرة الأماني ترو، حان وقت الحصول على أمنياتك الثلاث. أنا مستعدة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركينا أمنياتك المذهلة. شاركيني يا شجرة الأمنيات، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة. شاركيني رجاء يا شجرة الأمنيات، في القوة السحرية معا نصنع المعجزة. أماني رائعة، والآن لنرى ماذا ستقول الموسوعة عن قواها. هذا ريوي. تسرني رؤيتك مجدداً ريوي. تذكري، ريوي أمنية عاكسة، يمكنه عكس الأشياء التي حدثت، لكن تحدثي معه بالمقلوب. محق أنا؟ ممتاز، يمكن لريوي أن يعيد الغابة إلى طبيعتها. إذن ريوي، فضلك من ساعدتني هلا. التالي سنورفل. سنورفل أمنية شم، يمكنه أن يجد أي شيء بحاسة شمه الخارقة. سنورفل، أعلم أنك تستطيع مساعدتنا على تعقب عصا الحك لنعيدها إلى مكانها. تذكري ترو، سنورفل سريع للغاية، لذا لا تدعيه يسبقك. لك ذلك. وثالثاً لدينا بورو. سررت بلقائك أيضاً بورو. بورو أمنية عظيمة، يمكنه حفر نفق عبر أي شيء. هذا مذهل. لا أعرف كيف لحفر نفق تحت الأرض أن يساعدنا فوق الأرض. سوف يكون علي أن أتعمق بالتفكير. زو زب زاب، الأماني في حقيبتي. شكراً زي، أتمنى لك الحظ.
أتمنى دعابة جيدة. إنها ترو وهي ستصلح كل شيء. لقد ذهب، بدأت أعتاد على هذا المخلوق. شكراً كيميلو. والآن فلنعد الأمور إلى طبيعتها. حان وقت أمنيتي الأولى. زب زاب زو، أختارك. آه صحيح، لقد نسيت. قال زي تحدثي مع ريوي بالمقلوب. لنرى. أختارك. زو زاب زب. أمنية يا تحققي. ريوي يا استيقظ. ريوي مرحبا، للمساعدة جاهز؟ تعنينا جاهز للمساعدة؟ وأنا أيضا. أيضا أنا. الثمار أعد، هيا. أوه الثمار، لقد افتقدناك. أوه عيد الفطر. لم يكن يفترض أن يحدث هذا. أو هذا. أو هذا بالتأكيد. ماذا؟ هذه مشكلة كبيرة. حتى الأمنية لا تساعد الغابة. أظن أن ريوي يشعر بالحزن بعض الشيء، وهذا ليس ذنب ريوي. تقلق، لا، ذنبك ليس هذا. المحاولة على شكراً. الآن الحقيبة إلى عود. أوه لا، جميعكم جائعون ومتعبون وتشعرون بالحكة. يبدو أن الطريقة الوحيدة لإعادة الغابة إلى طبيعتها هي أن نقوم بإيجاد عصا الحك. كيف سنعثر عليها؟ هنا يحين دور سنورفيل. حان وقت أمنية الثانية. زب زاب زو، أختارك. استيقظ سنورفيل. تحققي يا أمنية. مرحبا سنورفيل. سنورفو، هل بإمكانك تعقب رائحة عصا الحك؟ أورك كان آخر من استعمل عصا الحك، لذا قم بشمه، ما سيضعك على الطريق الصحيح. بسرعة بارتلبي، علينا مجاراة ذلك الشمام الخارق. إنه ناعم جداً. هل تشاركني ببعض المقرمشات؟ مشاركة جيدة بارتلبي. وجد شيئاً. حسناً، انزلوا جميعاً. أنا لا أرى عصا الحك. لماذا توقف سنورفيل هنا يا ترى؟ ما الأمر سنورفيل؟ أين العصا؟ أهي خلف الصخور؟ مهلاً، أظن أنني أسمع شيئاً. لابد أن مخلوقات اليد الحمراء على الجانب الآخر ومعها العصا. لكن يا ترو، كيف سنعبر هذا الحائط؟ إن كنا لا نستطيع العبور من الحائط، يجب علينا أن نحفر تحته. شكراً على مساعدتك لنا بحاسة شمك. والآن إلى الحقيبة. حان وقت أمنيتي الثالثة. زب زاب زو، أختارك. باي.
على الجانب الآخر من هذا الجبل الصخري. أيمكنك حفر نفق تحته؟ إيه. كنت محقة ترو، هناك الكثير من الليتي الحمراء. مرحبا جميعا، أنا ترو وهذان بارتلبي وجروك، وأظن أنكم تعرفون أورك. أهلا. أهلا. يقلدون آباءهم من جديد. أليتي يرى ويقلد. لا تقلق يا بي، أعلم أن اليتي الأحمر سيفعل الصواب. صغار اليتي فهموا معنى المشاركة. شكراً على المساعدة يا بورو، إنني أحب وجودك برفقتي. والآن عد إلى الحقيبة. لنضع الآن عصا الحك في مكانها الطبيعي. وهكذا أعيد تسمية عصا الحك العظيمة من الغابة اللامتناهية بعصا الحك العظيمة التشاركية من الغابة اللامتناهية، والتي تعود لكل من يشعر بالحكة كبيراً كان أم صغيراً. أرأيتي، لقد أخبرتك لا يمكن التقليل من قوة أغنية المشاركة. أنت محق بارتلبي، لنغني. ساعدونا الصغار. Oh, yeah.
هيا عودوا إلى العمل. لدينا الكثير من الغسيل للنشر يا بارتلبي، وهو ثقيل جداً. الآن أصبحت أعلم ما سبب الثقل. علي المساعدة في هذا؟ ألان، عد إلى هنا. حاولي أن تمسكني. كيف انتهيت من نشر غسيلي سريعاً؟ أنا لم أفعل. أنا لست سترة، مع أنني ناعم جداً. النجدة بارتلبي. مساعد صغير. مرحباً، لا تهرب أيها المساعد الصغير، أريد التعرف إليه. وفقاً للأسطورة القديمة فإن المساعدين الصغار يحافظون على سير الأمور في المملكة. هذا لطيف، شكراً لك، أحتاج إلى ثلاثة مثلك. أنتم الأفضل دوماً. ترو، هل أحتفظ بهم؟ رجاءً من فضلك، وافقي، وافقي. تحتفظ بهم؟ أعلم أنهم يساعدونك وأنهم لطيفون، ولكن أيني أحتفظ بهم؟ أنا أحبك. حسناً، تظن أن باستطاعتك الاعتناء بهم؟ بالتأكيد، أنا أحبهم. هيا اتبعوني أيها المساعدون الصغار. هيا 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 هيا. أهلا بكم في منزلنا، خذوا راحتكم. ماذا تفعلون؟ أخبروني. هذا لطيف جدا. واو، إنهم نشيطون جدا، أليس كذلك؟ من هو المساعد الصغير الجميل؟ من هو؟ إنه أنت وأنت وأنت وأنت، كلكم. أظنه كان دورك لتنظيف الصحون، أليس كذلك؟ إنهم ضيوفنا ويريدون مساعدتنا. أهلا بهم دوما. مياو. لم تصبها. حسنا، جرب ثانية. لكنني أحتاج أحداً يعلم ما يفعل. لا تقلقي، سأجد فروكي كنز. لا، أعني فروكي. أحسنت ترو، هل تريدين أن أذهب معك؟ لا بأس يا بي، أعرف بعض الأماكن التي يحبها فروكي. ابق أنت في المنزل واعتني بالمساعدين الصغار. هذا رائع، هذا جيد، أبلغي فروكي تحياتي. سأفعل، استمتع بوقتك. حسناً، أنا قط محظوظ. أتمنى لو أن الجميع في المملكة لديهم مساعدون صغار مثلي. هذا مؤسف. ارمي لي واحدة. رائع، شكراً. تحققت أمنيتي. ياو. الآن الجميع يملكون مساعدين صغار. جيد. أيها المساعدون الصغار، اعملوا وأنا سأغني لكم. أنتم تنظفوا، هيا العبوا، نظفوا والعبوا ولا تعبثوا. تابعوا العمل من غير ملل أو كلل. كلنا نحب العمل ونكره الكسل. العمل دوما يعني الأمل لمستقبل أفضل. أنت فوت بقعة، انظر، أنتم لطيفون، وبالفرح أنتم مليئون، وأنتم بالفعل منظمون. إنكم حقا رائعون، لأنكم لعملكم جادون ومتقنون. وبعد عناء العمل سنأخذ استراحة لنقبل عليه بنشاط وهمة. استرخوا ولا تتعبوا واستريحوا، يكفيكم عملا وانتهوا، وبعد قليل لعمل آخر ستبدأون. هناك السقف يا
يحتاج تنظيفاً، لكن من سرعتكم وإتقانكم لعملكم أنا جداً معجب. أنا أحبكم جميعاً، هيا أعملوا وأنا لا أعلم ماذا سأفعل. والآن هذا يكفي، سأبقيكم مشغولين في الخارج حتى تعود ترو، هي ستعلم ما الذي يجب فعله. هيا أيها المساعدون الصغار، هيا هيا. إن كنت أنا كلباً صغيراً لطيفاً فأنا أعلم إلى أين سأذهب. إلى الحديقة. أستطيع رؤية فروكي، المساعدون الصغار يساعدونه بالقيام بنزهة. هاي فروكي كينز. أقصد فروكي. أصدقاؤك الجدد يعتنون بك جيداً. لدي أخبار جيدة غريزيلدا، وجدت فروكي مع بعض المساعدين الصغار يقومون بنزهة. المساعدون الصغار أخذوا فروكي نزهة؟ أعيديهم إلى المنزل، أحتاج مساعدتهم في إطعام فروكي كينز وفي تحميمه وتسريح فرائه وتنظيف أسنانه وقصة ما قبل. سنصل إلى هناك قريباً. شكراً كيوميلو، أراك لاحقاً. فلنذهب في نزهة جميلة إلى المنزل. أنا أحب أعمال التنظيف في الحديقة. ماذا تصنعون يا رفاق؟ ياو، أرجوها لي أنا. ياو. كم هذا مريح ولطيف. خط تزحلق لتقديم البسكويت. أنتم مساعدون جداً يا رفاق، أنتم في قمة التعاون. يكفي يكفي يكفي، لقد شبعت. هل قلت ذلك حقا؟ تريدون المزيد من الأعمال؟ ولكنكم قمتم بكل الأعمال في الداخل والخارج، في الأعلى والأسفل وفي كل الأماكن. ليس لدي أعمال أخرى مطلقا. لا تحدثوا الفوضى لئلا تقوموا بتنظيفها. مهلا، هل تقومون بهذا لإيجاد عمل؟ إنكم تفعلون هذا. لقد جززتم العشبة مسبقا. لا 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 لا، نسوها مجددا. قصصتم الأطراف من قبل. أبقوا على نظافة المنزل حتى لا تنظفوه مجددا. توقفوا. بارتلبي، ما الذي يقوم المساعدون الصغار بفعله؟ ساعديني ترو، كان كل شيء يسير بشكل رائع. نظف الصغار المنزل بشكل كامل، رتبوا الفضيات وحركوا الأثاث كي ينظفوا الأرضيات، لكن بعد ذلك لم يتبقى لهم أي عمل، لذلك أحضرتهم إلى الخارج لكي أبقيهم مشغولين. جزوا عشب الفناء ورموا القمامة. إذا احتجت إلي سأكون في الأرجوحة. ما ذلك الصوت؟ شكراً. 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 المساعدون الصغار يساعدون أكثر من اللازم. ترو، أنا أتلقى مكالمات عاجلة من كل مكان. جميع الأعمال المهمة في مملكة قوس قزح مهملة. الباصات تحتاج إلى التنظيف. حصاد الفواكه يتراكم في الوادي السعيد. وكان من المفترض أن يكون قد أنهي بناء برج مدينة قوس قزح الآن. لا أفهم ما الذي يحدث. لدي فكرة، سنحاول إصلاح هذا. بارتلبي، يجب أن نقوم بشيء حيال هؤلاء المساعدين. أجل، إنهم رائعون. لقد ساعدونا في تنظيف المنزل على الأقل فترة من الوقت. أعلم يا بي، ولكن فلنفكر بما سنفعله حيالهم. سنحتاج إلى مساعدة الأمنيات. كيوميلو، تعال إلى هنا. مرحبا كيوميلو، إلى شجرة الأمنيات. بسرعة.
أهلاً ومرحباً بكما. أتى المساعدون الصغار لمساعدتي، ولكن عندما انتهى عملهم بدأوا بالمساعدة أكثر من اللازم. إنهم يساعدون أكثر من اللازم في كل المنازل. لم يتبقى لديهم أي أعمال منزلية ليقوموا بها. لقد بدأوا بخلق الفوضى. هذا ليس مساعداً حقاً، ليس بعد الآن. على الأقل الأمر مزعج. والآن أصبحت الأعمال المهمة مهملة في المملكة. يجب أن نجمعهم ونرسلهم إلى الأماكن التي ينتمون إليها. يا للهول! الأولويات أولاً. كيف يمكن أن نساعدك؟ نحتاج أن نجعلهم يكفون عن المساعدة أكثر من اللازم. ربما يمكنني تشتيت انتباههم كي يهتموا بشيء آخر. فكرة جيدة رو. ثم يمكنني أن أعيدهم إلى أماكنهم ليستطيعوا المساعدة كما كانوا في السابق. هذا يعني أن يجمعوا الأشياء التي تحتاجها المملكة. شجرة الأمال سمعتك رو. حان وقت أمنياتك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة، شاركيني يا شجرة الأمنية السحرية معا نصنع المعجزة. أمنيات رائعة. هل نتفقد موسوعة الأمان؟ أمنيتك الأولى سباركلي. أمنية ألعاب نارية متوهجة وملونة تشغلك بالنظر إليها. ألعاب نارية؟ كم هذا رائع! هذا ليس رائعاً! الأصوات المرتفعة تجعلني مرتعباً جداً! مياو! إنها أمنية ستساعدني على تشتيت المساعدين الصغار عن المساعدة أكثر من اللازم. حسناً، سأغلق أذني. أمنيتك الثانية هي... أجل! بلوكسو. صندوق صغير بما يكفي ليتسع لغذائك، أو باستطاعته الاتساع ليحمل 100 غداء مع التحلية. هذا رائع! لدينا مساعدون كثر نحتاج إلى تجميعهم. وأمنيتك الثالثة تسوي. أمنية عزف الموسيقى تجعل الجميع يرقص. لا أعرف كيف سأستخدم هذه الأمنية، ولكن ربما قد يعجب المساعدون الصغار بموسيقى تسوي. شكرا لك يا زي، وشكرا يا شجرة الأمنيات لمشاركتك الأمنيات معي. إلى اللقاء. أنت الأفضل يا زي. هيا بارتلبي، لنذهب ونعيد الصغار إلى أعمالهم. ترون، تعالي إلى قلعتي. خرج المساعدون الصغار عن السيطرة. حسناً، سآتي حالاً. هيا بنا يا كيوميلو. شكراً كيوميلو. رحلة آمنة. مرحباً غريزيلدا. الأمر يصبح أسوأ. انظري، لا يكفون على حفرك للتنزه. يفعلون نفس الشيء لريغريزمو. لا، بداية كان الأمر رائعا، قاموا بكل الأعمال في القلعة. رائع. ولكن هذا ليس رائعا. لما يقومون بهذه التصرفات؟ لأنهم ليسوا كالحيوانات الأليفة، يجب أن يعاودوا القيام بالأشياء نفسها. يبدو جيدا، لسنا بعجلة من أمرنا. أمزح، أسرعي. حسناً بارتلبي، حان وقت أمنيتنا الأولى لنشتت انتباه المساعدين الصغار. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظي يا سباركلي وحققي لي أمنيتي. مرحباً.
فلنصنع بعض الألعاب النارية لنجعل المساعدين الصغار يشعرون بالدهشة. أفضل بكثير. ألعاب نارية في منتهى الروعة. صحيح، ولكن هذا ليس كل شيء. الآن سيتشتت انتباه جميع المساعدين الصغار في المملكة. استمري يا سبوركلي لنتمكن من جمع جميع المساعدين الصغار باستعمال أمنيتي الثانية. هل أنت جاهز يا بلوكسو؟ زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ يا بلوكسو وحقق لي أمنيتي. حسناً بلوكسو، هل أنت جاهز لحمل مجموعة كبيرة من المساعدين الصغار؟ أيها المساعدون الصغار، انظروا إلى هنا. انظروا، إنه مكان مناسب لكي تشاهدوا الألعاب النارية مع كل الأصدقاء. يا إلهي، هل يحتاج إلى بعض التنظيف؟ ستأخذين جميع المساعدين الصغار؟ سأبقي على واحد، صح؟ آسفة غريزيلدا. حسناً، على الأقل ما زال لدي لجريزمو. يساعدون نوعاً ما. لقد نجح الأمر ترو، إنهم يحبونه. ممتاز. أجل، صندوقي. حسناً، إنه لك أنت. والآن فلنجمع الباقين من كل أنحاء المملكة. تقدموا جميعاً، إنه أفضل مكان للمشاهدة. الكثير من المساعدين الصغار. هل هؤلاء كلهم ترو؟ آه، ليس تماماً، ولكنني لا أعلم ما هو العدد الذي سيحتمله بلوكسو. بلوكسو المسكين. لا، لقد نفدت ألعاب سبوركلي النارية. شكراً صديقتي. ترو، إن المساعدين الصغار سيبدأون بالمساعدة مجدداً. ما يزال لدي أمنية واحدة وهي تيسوي. كيف يجب علي استخدامها؟ أحتاج إلى مساعدة المساعدين الصغار على العودة إلى الأماكن التي كانوا فيها. لدي فكرة، سيقومون جميعاً باللحاق بي باستخدام موسيقى تيسوي، وبعدها سأقودهم في رحلة حول المملكة كي يعودوا إلى الأماكن التي توجد فيها الأعمال المهمة. فكرة مذهلة. شكراً على كل جهودك بلوكسو، والآن حان الوقت لترتاح. أما الآن فهو وقت تيسوي. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظي تيسوي وحققي لي أمنيتي. لنلعب لعبة الحقوا بي. ولكن المساعدين الصغار لا يلحقون بنا، أليس كذلك بارتلبي؟ بارتلبي. تيسوي. حسناً، كان ذلك غريباً. إن لم نثق بالأغنية التي سنعزفها للصغار، يتوجب علينا أن نجد أغنية مناسبة. تيسوي، فلنستمر بالمحاولة. الموسيقى تنفع. هذه هي الأغنية المناسبة. حسناً، هيا بنا جميعاً معاً. لا داعي للجلبة، سيتم إنهاء العمل في برج مدينة قوس قزح قريباً، أنا واثق من ذلك.
شكرا لك يا ترو، الأمور عادت إلى وضعها الطبيعي في جميع أنحاء المملكة. أنا مسرورة لسماع هذا، لم أكن أعلم أن الصغار يقومون بكل هذه الأعمال من أجلنا، إنهم يساعدون جدا. لقد حان وقت الوداع، لا تبكوا من أجل الآن. لا تحزن أرجوك يا بي، لا يمكننا الاحتفاظ بهم كالحيوانات الأليفة، ولكنهم موجودون للمساعدة. سوف أفتقد أصواتهم اللطيفة التي كانوا يصدرونها أثناء قيامهم بالعمل. هكذا تماما.